الطاقة بسبب تكوين رسالة كتبها القاضي لك المشرف عن صغير المنتوج والطاقه الشمسيه، واذا بدنا يكون هذا وجود معه بحفاظات تعمل الحمل المنتوج وبيتم ورقه تفاح تعمل على الموقع اشد المنتوج ليس مضر ويحقق قواعد 5 اسوار منتوج سهل للعمل يعني اي واحد قادر يتعامل معه ويحصل كبيره في البطاقه السياحه التي يقدم المدينه واصحاب البادية تم ضرب عليهم داخل البدايه وخارج البدايه طبعا من هذا المنتوج كذلك يمكن حتى شحن نمو من طاقه هذه الكهرباء يعني يجمع وش يحب الزبون يعني منتوج واحد يعني حتى يتبادل التكلفه ويتبادل كثره الاجهزه في منتوج واحد يعني يشحن من الكهرباء هذه يشحن بالطاقه الحركيه ويشحن بالطاقه الشمسيه سعر تعمل 140 هذا اللي يكون مساهم 140 دينار نعم 140 دينار اي للفقراء وللاغنياء يعني اي واحد قادر يتعود يستلم بدون ربح وبالربح 140 الربح يعني صافي 4.3 وبالنسبه 14% غير شويه لكن كنا له محفظه ودفع له ورقه صفر وهذه كذلك ضفت لك شيء اخر هذه اعاده تدوير لبعض الاجهزه مثل خدمات الطاقه الشمسيه لقيناها في السوق 23 والمتقابل يعني مثل ما يقول في السوق كذلك الحين درنا نحن هذا تنحي وترد يعني مثلا قضاء الزبون هذا اللازم او مضره يعني تقدر تقدر تخدم يعني تقدر تخدم مليار تقليدي وتكمل او انكسر او شيء ما يكونش سلبيين يعني زيد اضافه مثلا وقلنا ثلاث ميزات معناها هي انه تشحن الكهرباء بطاريه 3.7 فولت تشحن الهاتف او اكثر طاقه حركيه طاقه شمسيه كل شيء يحتاج الزبون معناها المنتج واحد هذا يكون اولا السعر يكون مناسب ومنتوج واحد لا يكون يعني في كثره المنتوجات او ايش لا يعيقها وخاصه الرشوه نعم بالتاكيد انواع الاجهزه وحتى الاجهزه الصغيره والكبرى هذا الحين مش بالعافيه ما نشوف انا